شو هتعمل بالفلوس اللي تفضلك من شهريتك؟ انا واحدة نصرف ما خممش نهار اخر على شهرية، خاطر في تالي حاجة اخرى وهوني حاجة اخرى وهوني يلزم بسيكن العباد يخدموا برشا برشا وما نجموش يكملوا السيمانة جمعة. تصدق الشهر هذايا وليت نتسلف كي خديت الفلوس نتاعي، شهريتي خديتها وليت نتسلف بعدها، حكيت جمعتين وبعد وليت نتسلف ورسختي. شهرية تقعد جمعتين؟ والله ما تقعد الساعات أقل من جمعتين، تتبخر راس هذا على راس هذا، هاني تسلفت هاني رجعت، بالرغم اللي الشهرية راهي ماهيش خايبة، شهريتي باهية ما شاء الله. هي تفضل حاجة مش شهرية أصلا، احنا كي نوصلوا 10 أيام لاباس، وبعد نرجعوا نكرديو، وبعد نعطيوهم الكريدي نتاعهم، وبعد نرجعوا نسلف، هيك كيفاش عايشين أنا والتونسي، ويرحم بوك العطار تاع الحومة اللي مازال يحن علينا هكا. ما يفضل حتى شيء حتى باش نعمل، تفضل حاجة حتى باش نعمل، فماش حاجة باش تفضل. شهرية كملك 6 أيام كهو؟ كهو، يخلصها منا يخلص الكريديات منا ما عادش يلقى حتى فرنك. ما يفضلش إجابة متوقعة. ما يفضلش قبل هيف جمعتين الوالا سيبو. يفضلوا تفضلوا جمعتين بلاش معناها. جمعتين بلاش ندخلوا في سلفني وسلفك. والروش؟ إيه هذاك هو بطبيعته ديما الروش، ديما الروش. يا تتسلف من البنك يا تتسلف من المواطن معناها. تسلف من عند المواطن، الروش صحيح بطبيعته يبدا من تاكل هو، كي باش تدخل الشهرية باش تنحي الروش باش تعاود نفس ال أنا كي توصل ثلاثة جماعات تسمى به نكسي بيهم أولادي. صار يفضل لك بشهرين؟ يفضل. شو نعمل؟ الحمد لله ولا شوية؟ الحمد لله كل مرة كيفيه الحمد لله. دونك أنت تكتك بالقدايه للشهرية تمشي؟ تكتك شو نعمل؟ كنت في البوتيك شو نعمل؟ كنت نقضي. قلت لي شهريتك تكفيك جماعتين كهوا؟ جماعتين ثلاثة جماعات ما أنت با بلوس. إيه علاش ما تصيرش للآخر؟ خاطر غلاء المعيشة فهمتني؟ كي انت كي تشوف كسكروت كفتيش قداش كسكروت كفتيش؟ 3500 تزيد معاهم غازوز 1700 هذوما 5000. كي انت تحب تشرب قهوة كابوسا ولا هذيك 1700 نحكيو في الأسوام العادية ما تمشيش نحكيو على العادي تزيد معاهم قهوة تزيد عليهم دبوزة مية فهمتني؟ ايش باش تلقى؟ تلقى شيء في الآخر. انت تو في الخدمه صار في 20 30 دينار باش تروح للدار باش تشري اللي لازمك وكل زاد تزيد عليه مسي لوجيك انك ما تبقاش فهمتني اللي معاش اسمها شهريه باش نقول كلمه اخرى المهم حاسين مريقل اسمها شويه شهريه فهمتني الحل الوحيد مثلا الحل انك انت مثلا فما اوتوريزاسيون تاع تخدم زوج تخدم مثلا فهمتني حصه واحده مثلا ما فهمان كيما نقولوا فهم 8 تاع الصباح المطلث باش تنقص شويه هذا حل من الحلول معناها نقترح حل انا من 8 تاع الصباح حتى مثلا المطلث نجم تشوف خدمه اخرى تعاون بها معناها احساسك كنت سي بون شديت شهريتك في ديك الساعه احساسي والله نبدا فرحانه هكا نهاري الاولانيين بعد بعد جمعتين تتبخر سي ليسك وقت تغزل السوش تاعك تلقى فارغ والله ساعات ندوخ كي نغزل السوش نلقى فارغ نلقى فيه 30 40 نقول يا ربي لك الحمد والله العظيم مسؤوليه الساعه اول حاجه والله لما حال انا راني وحدي نعيش عندي وليد خويا لما حال ندللهم هكا ونشري لهم نفرح بيهم اما ساعات نخلي روحي على حديدة قول ساعات انا زعما سرقوني زعما انا حطيت ونسيت هكاك ساعات والله نبدا نتخيل وحدي اما هو الدنيا غير غليت اختي العزيزه باش تدخل المكازان تخليك 80 تخلي 90 تجي تشوف تعمل تخلص المواد وما تلقى حتى شيء 180 الشهريه مشيت تبخرت اش فيه شهريه التونسي ضعيفه ماهيش هكا شهريه سمينة مانيش بنكاجيه ايه العبوديه هو احساس العبد بالعبوديه معناها فقط هذه عبوديه معناها عبوديه المقتاره يعني احنا اخترنا العبوديه هذه الحمد لله نشوف تونس الضحكه باهيه والناس كل تضحك على الامها وهذيك قوتنا في تونس نجموا نتعاونوا ونتضامنوا ونهزوا بعضنا ونسلفوا بعضنا وشي هذا على راسي وارحم الدوم 24 ساعه
ربع ساعة تتلفتي تلقى هذا بكي كابتي الفيرالقو. قبل يقولوا شاقي ولا محتاج، توا شاقي ومحتاج، شاقي ومحتاج. توا يخدموا أربعة وخمسة في العائلة وما يخلطوش. لازم المواطن يخلص أقل شيء زوز ملايين ونص باش يخلط. منين باش يخلط؟ قلت لي ست أيام، إذا 24 يوم الأخرانيين كيفاش تكملها؟ نكملهم كل مرة كيفاش؟ كل مرة نتسلم من عند واحد ونتسلم منه ونتسلم ونكردي من غادي وهكاك. شهرية المواطن التونسي تكمل له الآخر أشهر ولا ليه؟ طبعا بس كمل واحد العشر أيام الأولانية باهي ديجا هذايا. وتعرف اللي السميق متاعنا يعني قديش 400 دينار مقارنة بالسميق متاع فلسطين اللي هي أرض محتلة للأسف اللي هو 570 دولار، يعني التريبل متاع السميق متاع فلسطين يجي قدنا احنا. صحيح شهرية شهرية بالحق في تونس ولا الضحك، فهمت؟ لكن التونسي عنده قدرة رهيبة باش يتصرف مع شهرية. التونسي ياخذ في مليون يعيش بثلاثة ملايين، التونسي ياخذ 500، التونسي راهو كنز أسطورة. التونسي ما نجمش حتى حد يفهم كيفاش يدبر في راسه، يحتفل بالعيد الكل، دينية مسيحية إسلامية، يحتفل بالمولد، يحتفل برأس العام، يحتفل بكل شيء التونسي. وهذاك التونسي نخافش عليه، التونسي يدبر راسه بالقدا 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 ويعرف كيفاش يتصرف. المهم يحتفل بالعيد الكل، كان عاشورة بتاع الشيعة، كان عيد ميلاد بتاع المسيح، كان عيد المولد النبوي. الحمد لله يا ربي التونس ديما سعداء وديما شيخين، والفقر عم معهم كونترا. ليش خاطر يخاف منهم هو بيدو الفقر؟ فماش باقي جملة، أنا باقي قلت لك فما جمعة تعديها يا التيال مالك ربي كيفاش، هذا كله ما حكيناش. مثلا أنا اللي عندي كهرباء، مواصلات، مترو، كار، ناخذ تاكسي جامعية، تاكسي جامعية مثلا كيما نقولوا فيها 15 نيمية، حسبها أنت في 30 يوم قداش، شوف ترونسبور بركة قداش، ما حكيتش عليه، فهمتني؟ نزيد هذيك ماشي وجاي شوف قداش هي تحسب لك، على الأقل عندك 120 دينار ترونسبور مثلا، فهمتني؟ عطيتك حسب التقريب. هي ما اللي نعرفه انه فما يفضل من الشهرية يتخبي وشوية والله عرفني عليهم. عرفك كي تلقى نسك عرفني عليهم يصير، خلي نصحبهم بالغسل بدا طفلة ميسيرش خلي تعرفوا عليه. فما برشا ناس يقول لك شهرية ما توصلش 25 يوم 20 يوم، برشا ما يوصلوش، مساكن برشا ما يوصلوش. الحمد لله الحمد لله. يعني الشهرية حسب رأيك أنت لازم تكتكلها بالقدا ولا هي بطبيعتها تكتك ولا تعمل حد شيء؟ هي بطبيعتها متكتكة وحدها تجري وحدها، أما المرأة تستحذق شوية وكهو. قديش عطينا الوصفة هكيك شوية شوي شوية شوي وشوي اللثيث وشوي الصغار وهي ماشي. إيش نعم نتكفين الحمد لله. هي تعطينا دبارة. الحمد لله أنت اللي تراجلي به والحمد لله. فما ناس حتى يقول لك حتى نخلص بالقدا ما توصلنيش. فما انا خاطر راجلي كان يخدم البرا في الخارج في المانيا وعنده انتريت من برا وانتريت من داخل. نمتني في الزوز زي اول عمره كان البرا وتوا في اخر عمره ولا في تونس. الحمد لله الحمد لله. تعرف تصرف الفلوس معناها مدى؟ اي الحمد لله ميزانيه عندي والحمد لله. الكاسه الكل عنده. عندي الحمد لله. كل فرنك في بلاصه يمشي ولا لا كل شوي. لا ما نسيبش اللعبه، ما كنت نعرف كيفاش نستحذق الحمد لله. الحمد لله. الاولاد مثلا يقولكش الاولاد البنيه في الفاك وتحب كل شيء بالقدا كيما لديدها، تحب كل شيء من التليفون لللبسه لكل شيء والحمد لله. الحمد لله انت لهنا توفر وتفضل كل شيء. الحمد لله اللي يوجعوا راسه يجيني يجري. الحمد لله. سنترال بتاع الدار. الحمد لله. غادي تونس خاطر حتى انا جيت هوني تفعت معناتها اكثر من لازم. برشا مصروف معناها سي حتى تمشي تشرب قهوه 30 دينار ياسر يلزم ينقصوا على خاطر هوني ما عندهمش خدمه كيما في ايطاليا ولا في تونس كل شيء معناتها في ايطاليا ولا في المان ولا في فرنسا. واحد ينجم يعيش بركدا هوني ما فماش عيشه. واحد مسكين يمشي نشوف يلم في الدبابز وكل شيء هكا يدبر راسه برو ما يخلصوش بركدا فهمت معناتها فما شويه سرقه ظهالي. حتى هوني يلزموا يتعلموا يعاونوا العباد ويعتمد حق الشهرية خاطر مش يأكلوا الفلوس العباد يشدوا الحاكم وكل شيء وهما يبقوا زوالين.
شهريه اللي تقعد جمعتين وتقعد تبعي بنسميوها شهريه. والله يشوف هو الاجر اصلا والاجير عاده معناها على الغالب احنا نمر بصحيح في عشريه وعليك عليش كثره السخريه وكثره الفكاهه خاطر اوضاعنا قاسيه وصعيبه فاحنا غالبينها بالضحك وغالبينها بالصبر. فما حتى انسان تونسي مهما كانت مداخل نتاعه كموظف او كاجير في مؤسسه خاصه او عموميه ماهوش يعاني. البنوك تغولت برشا واي حاجه تاخذها من البنك حتى باش تجبد معناها بالكارت نتاعك تلقاها مقصولك معناها حويجه. الحمد لله المافيا هذه الكبيره واللي هما عائلات محتكره يعني تغولوا ومصولنا الدم نتاعنا ما خلانا حتى شيء خلانا غير الضحكه والسخريه ولينا حتى نضحكوا على رواحنا.